طبعا <applause> 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 بس عايزين نبتديها اولا بعد الترحيب بحضرتك منورنا كالعاده اهلا بحضرتك الم... عايزين نبتدي بحاجه بقى ايه ال... يعني من الحاجات اللطيفه اللي حصلت مؤخرا عايزين نبارك لك انت شخصيا على جائزه افضل حوار صحفي بعد الحوار الممتع اللي انت اجريته مع داني البس خلينا نبتدي من هنا وتحكي لنا كده عن كواليس الحوار ده وايه اللي لفت نظرك و... وايه المميز في هذه الشخصيه؟ الله يبارك في حضرتك اولا دا كان في موناكو على فكره في في شهر 12 اللي فات كان في حفل جولدن فوت اللي هو القناه الزباله اللي فاز محمد صلاح كان ما كانش بالمناسبه كان هو جاب الحوار جاب الصدفه لانه اللي كان المدعو اصلا اللي كان هيتكرم كان جبريل باتستوتا نجم الارجنتين السابق لكن اعتذر لظروف اسريه في اللحظات الاخيره فتمت دعوه داني الفش لاعب برشلونه كان هو كان انضم لبرشلونه كان لسه ما كانش هيلعب الا في شهر يناير وكان موجود فطبعا بالنسبه لي كانت فرصه طبعا ذهبيه ما <applause> اقدرش ما اقدرش <applause> والحاجات <applause> ما بتتكررش كتير اه بالظبط طبعا فرصه وطبعا لاعب كبير اسم كبير المنتخب البرازيلي المصري يعني اغلب الجمهور المصري بيشجع البرازيل كمان برشلونه اكيد ليه جمهور كبير جدا في مصر ف يعني كنت شايف نفسي كنت محظوظ ان انا قعدت معاه شويه واخدت منه كلمتين طبعا على صلاح على مصر على طبعا على برشلونه اللي هو يعني كانت اهم حاجه قالها لي بصراحه دمه خفيف يعني هو ده يحب يهرج ويضحك كده حتى في فيديو ليه حتى مع تامر حسني بيقعد يغني حتى مصري وبتاع اللي هو عايزين يولع الدنيا وحاجات كده لا في معقوله <applause> اه المصريين مقصرين المصري حتى لما بقول له فروم ايجيبت راح قايم حتى يعني قال لا ايجيبت حاجه ثانيه بالنسبه لي عليه <سؤال> سلام <سؤال> خاص يعني <تصفيق> <يستش> <تصفيق> <متصفيق> يمكن حتى طبعا ساعات طبعا بالحوار ده لكن هو كان حتى قال لي جمله ظريفه جدا لما بقول له على برشلونه انت متقدم في السن ورجعت تاني للنادي اللي انت بتحبه قال لي برشلونه بالنسبه لي اختيار العقل والقلب <مم> <بس>